هو احرف شو مد. نعم. وهيدا حلقي. نعم. حلقي من في ثلاث الحلقة. فهمت عليك، في ثلاث مستويات. طبعا. طيب في أقصى والخ، الأقمى. الخ كمان. نعم. بفهم انه عالم كتير كبير وكتير واسع، طبعا. عالم مخارج مخارج الحروف. الحروف نعم. في التجويد القرآني صح؟ نعم. أو في اللغة العربية. مخرج الحروف هي مخرج الحروف العربية، يعني في اللغة العربية بشكل عام. أوكي. أول شيء خلينا بس بالخير لكل المتابعين، مين منا ما بيهتم بقواعد اللغة العربية؟ مين منا ما بيهتم بمخارج الحروف؟ وكنا دائما لما نعمل دورات على التعليق الصوتي أو حتى نحن تلاميذنا بالمغنى أو بالإنشاد بنقول لهم بليز الفوز منيح، الفوز مظبوط، مخارج الحروف، انتبه لحروفك، لأنه هيدا نقطة أساسية بمشروع الصوت. الصوت طبعاً في نقطة أساسية هي اللفظ الصحيح وما يسمى بالإنجليزي الارتكوليشن برونونسيشن بالفرنسي برونونسيشن ارتكوليشن. نحن عندنا اشياء، عم بختصر لك الفيديو لننتقل لك، وانا بعمل تجارب هلا مثل الطلاب على المشاهد، يعني بتقول لي انا والطلاب نشتغل سوا. في عندنا الحلق، عندنا اللسان، عندنا الاحرف الجوفيه، عندنا الاحرف من الشفتين، وعندنا احرف الخيشوميه، وعندنا غير اشياء من التفاصيل. طبعا. الكلم والمنبر لك، التطبيق لي وللطلاب مع بعض. تفضل. بداية مخارج الحروف مثل ما تفضلت استاذنا هي للحروف العربية، يعني حتى غير القرآن بده يعرف المخارج. هلا في طريقة لنعرف المخرج الحرف، مع انه هو صار يعني صرنا نعرف كل حرف من بيطلع، بس اذا حدا نسي الحرف من بيطلع فيه يحط عليه سكون ويشدده ويحط همزة وصل قبله، مثلا اب اب. ايه بين انه في عم استعمل شو انا اب من إيه. جوا لبرا بستعمل الشفتين. شف اذا مثلا العين مثلا عاي عالي عالي، وين عم يطلع وين عم يطلع الحرف؟ عم بيطلع من ها. نعم هذا اسمه الحلق، حلقي ها. نعم. نعم نعم. ف المخارج الحروف هن 17 مخرج. نعم. 17 الرأي الأشهر 17 مخرج، مقسمين على خمسة مواضع. أول موضع هو الجوف. الجوف بيطلع منه الحروف المادية، يعني الألف المفتوح ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها، والواو المضموم ما قبلها، مجموعين بكلمة نوحيها. نوحيها. نعم. يعني لازم يكون الواو قبلها ضمة. نعم. حي ي وقبلها كسرة. صح. ها ألف وقبلها فتحة. نعم. نوحيها آ أو إي. نعم. أنا بقول لهم دائما إنه هن هو الأحرف الوحيدين الذي لا يلتصق لا لسان ولا منسكر تمنا ولا سنيننا ولا لساننا فوق لساننا إلى فوق سنيننا أو تحت لساننا مثل الظه والضه والمه إلى آخره. يعني ما في تحرك للسان فيهم. في أشهر حرفين اللي كل العالم بيعرفوه، أحرف الغنة اللي أكثر شيء بيعرفوا إنه لما يكونوا مرشحين ما بيطلعوا هالحرفين غ الغنة. إيه. الميم والنون. ميم والنون. الخيشوم طبعا هو الخيشوم أو الغنة هو صوت يخرج من الخيشوم. بس أنا بدي أقول نون، يعني يترافق مع النون، هو النون له مخرج بس يترافق معه صوت طالع من الخيشوم يسمى غنة. مثلا إن، إذا أنا بدي أقول إن أعطيناك الكوثر، إن أعطيناك الكوثر، إذا أنا سكرت مناخيري إن أعطيناك الكوثر، سكرت مناخيري إن أعطيناك الكوثر، إن أعطيناك ك أو ق ك إن أعطيناك الكوثر، إن أعطيناك الكوثر. إن إذا بدي أقول إن وحسكر النخيل حسكر الخيشوم، إن ما طلعت، بس تكون نون مشددة ما حتطلع. يعني هني بالميم أو النون، حتى إذا تقول إما هي إما مثلا إما يبلغن، إذا سكرت الخيشوم إما ما طلعت. نفس الشيء النون، إن راحت. فهي الخيشوم. معلومة حلوة، شكرا. حكينا على الخيشوم، حكينا كمان على الحروف الجوفية اللي هي بكلمة نوعيها. في عنا مخرج الحلق. الحلق فيه ثلاث أقسام، فيه أقصى الحلق ووسط الحلق وأدنى الحلق.
أوكي. أقصى الحلق فيه حرفان الهمزة والهاء. وه. نعم. رجعنا للمشاهدين. أه والهاء. نعم. هلا بركي آخر شيء بكتب له النص بالدسكريبشن. ما في. بيعرفوا كل شيء. بيرجع. وسط الحلق العين والحاء. عالي. ح مثل حبيبي. نعم. هذا وسط. نعم. أوكي. أدنى الحلق الغين والخاء. العين. الغين. الغين مثل الغابة. غابة أو غابة. غابة. أوكي. وأي حرف تاني؟ الغين والخاء. الغين والخاء. خاء. خاء. مثل أريد أن أكل خوخ. خوخ. نعم. هذا. غابة خوخ. إيه زت. تحسون طالعين من زت المحل. مش تحسون طالعين من زت المحل. وبهذا الموضع نحن عادة نعطي بيت شعر ينحفظ لحتى ما ينسوا العالم. يعني بنقول الأحرف الحلقية هي مجموعة في أواخر بيت الشعر. أخي هاك علما حازه غير خاسر. يعني أخي هاك الألف الهمزة والهاء. أخي هاك علم. أخي هاك علما حازه. علما عين حازه حاء. علما حازه غير خاسر الغين والخاء. غير خاسر الغين. حلو. هول الحفظ يا جماعة هاي بيصير عندكم معلومات مش فكرة بتفيد فايد على الفضلات. صرنا حكينا عن ثلاث مخارج. بعد في بعد في موضوعين في اللسان. واللسان هو اللي بده تفصيل. اللسان نحن هنحكي بس شيء بسيط عن اللسان. وفي بعض الشفتان يعني أحرف الشفوية. الشفتان واللي بيقولوا عنه متكرر يعني مثل الره واللام والره هدول من وين بيعتبروا؟ اللام بس تقول لام وين شو تحرك اللسان. اللسان والره كمان ومتكرر. نعم. هنحكي بالأول على الشفتان. هو مقسوم إلى كمان إلى مخرجان. يطلع منه من مخرج بيطلع حرف الفاء. يفرح مثلا. يفرح. نعم. وفي المخرج الثاني بيطلع منه الواو والباء والميم. ميم هونيك الميم بس تشدد. بس تشدد نعطيها غنة. بس هي ميم عادية ولا مثلا بقول أنا مثلا والله بكل شيء عليم. عليم. ما مثلا ما كان على النبي من حرج. من عم تطلع مش شفتها. فالواو الواو هو مش الواو المادية. ماشي. الواو المادية اتفقنا مثلا نو حيها أو عرفت. بس أنا إذا قلت مثلا وجاءوا مثلا و بدي حرك شو إجباري شفيف و حتى الباء مثلا حطب ب حطب ب. هلا ليش بقول أنا حطب؟ هي قلقلة. هي بصفات الحروف. هذيك ساعة جيم. طيب جيم ما في شيء باللغة العربية اسمه جيم. عند العرب في جه جيم. دجال. نعم. مثلا مثلا اي نفتح القرآن مثلا نقرأ. اي عادي ما بس. مثلا مسلح طبعا. انا بهذا الوقت كنت بدي اسألك كنت عم تقول في حرفين في بعد كم اللسان وشو كمان؟ اللسان والشفتان. انا بحكي هنا على الشفتان هلا. اوكي. بنرجع نحكي على اللسان. اللسان بس هنحكي لانه اللسان بده وقت هو لانه مقسم لعشر مخارج وفيه 18 حرف. نحكي لمحة بسيطة مثلا الذي جعل. ما بقول الذي جعل. الذي جعل ج كأنه قبل الجيم في دال صغير. مش هيك ببعض البلدان بعد بيتجهوا لهذا الشيء بطريقة حكم العادي يعني. نعم. في في, نعم. في 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 شعوب هو لو نحن بعدنا على العربية الفصيحة اللي كانت من زمان العرب ممكن لسنا بحاجة لتقويم مخارج حروف أو شيء لأنه بنكون بعدنا على بعد الأذن تبعنا نضيف عربيا وما عم نحكي لغة عامية مثل هاي اللغة عم نحكيها لغة عامية لبنانية. في كمان لغة عامية بكل البلدان بكل اللهجات بكل البلدان طبعا. فمثلا فأخرج به مش ما بقول أنا فأخرج به فأخرج ج
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. حلو حلو. اللسان بشكل مختصر. هلا من هنا نرجع غير مرة بنعمل نفصلهم، بيكون معنا بورد بنحكي بنعمل سكرين. طيب هلا اللسان لأنه في 18 حرف، الأحرف اللي ما ذكرناها هون هني أحرف اللسان، لأنه في أقصى اللسان وأدنى اللسان، ومثلا القاف والكاف قرابة على بعض، في طاء طاء والدال والتاء، فبقي ما تبقى كل أحرف ما ذكرناها اللي هي 18 حرف هي بتصير بمخرج اللسان. اوكي هذا مفصله تفصيل لحاله. الجيم والشين مثلا. اوكي وفي كمان اصدار هواء اكثر. ج ج كمان بموضوع كمية الهواء بتفرق. بموضوع الهواء كمان في بصفات الحروف الهمس والجهر والاستعلاء والاستفال، بس هذا بصير بده بحث اعمق. لا نحن قناتنا منا بس عن القواعد اللغه العربيه والاحرف، ولكن حبينا نعطي نصيوم مثل ما بسموها بالفلسفه، يعني معلومات عامه. نحن كثير بنتشكرك، تعبناك بيومين كثير صعبين من التصوير، بنشكرك لاستضافتك الحلوه عنا. رقم خينا الاستاذ قاسم زين الدين موجود، والتيك توك تبعه موجود، وصفحاته رح تكون موجوده عندي بالديسكربشن، وحتى نحن رح نكتب لكم عن مخارج الحروف بالديسكربشن، هذا فيديو خاص نكتب لكم عنه كل شيء بالوصف ما تكون عم تضيعوا. واكيد في ناس ضليعه باللغه العربيه بتقدروا كمان تكونوا عم تشوفوها، ياما في ناس عسلمتهم يعني. طبعا. نشكرك على كل شيء افضت علينا للقناة بالتجويد والقرآن والأداء، و looking forward ان شاء الله انه انا وياك نرجع نتلاقى ونعمل اشياء تانية. ما شاء الله على اخلاقك وجمال صوتك، ونشكرك كذلك نشكر محمد اللي عزبني معنا يومين بالتصوير. شكرا لك استاذ محمد لتصويرك، وبيكون هلا عم بقرب العيد، صرنا ينعاد على الجميع. امين رب العالمين. ويكون عيد بركه رمضان، ويكون خير وبركه، وتكون سنه خير يا رب، والله يوفقكم جميعا. شكرا لك. شكرا لكم. تابعونا، تابعوا صفحاتي، تابعوا صفحات الاساتذه، وشكرا لكم. توني بايع تحيه، وشوفكم بفيديوهات ثانيه.